مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام. في ميدان العتبة لا يمكن أن تمر دون أن تتوقف أمام المسرح القومي، ذلك البناء الشامخ الذي بني قبل أكثر من 100 عام. هذا المبنى الذي كان وما زال جامعة كبرى تخرج فيها كبار الكتاب والمؤلفين والمخرجين والممثلين، جيل يسلم جيلا. من بين أبرز الأسماء التي ساهمت وشكلت جزءا من تاريخ ذلك المكان كان المخرج عصام السيد، الذي تم تكريمه مؤخرا بالمهرجان القومي للمسرح كواحد من أبرز المسرحيين في مصر والعالم العربي. تعامل عصام السيد مع كبار النجوم والكتاب على خشبة المسرح، أعطى للمسرح كثيرا وأعطى له المسرح أكثر، وهو يرى أول ما يرى أن المسرح فن يعلو ولا يعلى عليه. سيرة ومسيرة لا يمنحها التكريم في المهرجانات إلا ألقا ووهجا جديدا وقامة كبيرة نطرح أمامها جملة من الأسئلة حول الحركة المسرحية وما تعاني. أستاذ عصام السيد، أهلا وسهلا بحضرتك في رأيك. أهلا بحضرتك وأشكرك على المقدمة الجميلة دي. وسهلا بحضرتك. يعني أولا أقول ألف مبروك على التكريم، وهذا التكريم زي ما قلنا في المقدمة يضاف إلى تكريمات أخرى سابقة، لكن الجهة التي كرمتك هذه المرة يعني المسرح القومي أو المهرجان القومي للمسرح، ماذا تعني لك؟ والحقيقة المهرجان القومي للمسرح هو أكبر مهرجان مسرحي مصري بيختص بالأعمال المصرية، وده بالحق يعني بيخلي الواحد يحس انه مجهوده ما راحش هدر، او السنوات اللي قضاها عشان يبني هذا الاسم او يعني يساهم في الحركه المسرحيه ما راحتش هباء، فده تكريم طبعا بعتز بيه جدا. طيب يعني نخلي التكريم كده، نتكلم ربما عن نقاط تتصل به، لكن خلينا نبدا عند اهم المحطات الفنيه، البدايات التي شكلت المخرج المسرحي الكبير عصام السيد. هو الحقيقه يمكن في بدايات متعدده، يعني انا بدات امثل وانا في ابتدائي تقريبا، وتوقفت شويه في ثانوي، لكن رجعت تاني في الجامعه، يمكن هي دي المحطه المهمه قوي. التمثيل في مسرح الجامعه. في مسرح الجامعه، لا بدات في مسرح الجامعه كمان اخرج. دي كانت متعه اخرى. اكتشفت ان انا يعني مش بحب التمثيل قد ما بحب الاخراج. وبالتالي ساهمت في المسرح الجامعي بعده اعمال. لكن المهم كان المسرح الجامعي ايامها كان بيتميز بانه في حركه مسرحيه قويه جدا. كان في نجوم كتير قوي ايامها في مسرح الجامعه، الدكتور يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي رحمه الله عليه، احمد راتب رحمه الله عليه، محسن حلمي اخونا وصديقنا المخرج الكبير، سامي مجاوري، احمد عبد العزيز، محمود حميده، اسماء كلها كبيره الحقيقه، واخشى ان انا انسى بعضهم يعني. فكان في حركه مسرحيه قويه جدا في جامعه القاهره وفي جامعه عين شمس ايامها. وهذه الحركة المسرحية ما كانتش حركة بتنتج فقط، يعني أنا فاكر إن إحنا في جامعة عين شمس كنا بنقعد نتناقش في كتب ونتسلف بعض الكتب ونتناقش في حاجات، وبيننا قعدات تكاد تكون يعني ندوات ثقافية يعني الحقيقة، وده التكوين الثاني. وأضيف إليه إن أيامها في جامعة عين شمس كنا بنعمل حاجة اسمها القوافل الفنية. اللي بتلف على في الصيف كنا بننزل قرى ونجوع واماكن غير مطروقه، تعملوا عروض مسرحيه، نعمل عروض مسرح وفنون شعبيه وموسيقى وكورال. كان منتخب ضخم جدا في جامعه عين شمس الحقيقه. هذا المنتخب بانتقاله الى القرى، احنا رحنا اماكن غير ماهوله اول مره كانوا يشوفوا مسرح، خلى الواحد يحس قد ايه المسرح ليه مهمه اجتماعيه وليه ضرورة الارتباط بالناس، تواصل مباشر طبعا. ولازم يبقى انت اللي بتقدمه ويهم الناس ويهتم بيه. انا فاكر مثلا في مسرحية كنا بنعملها كان فيها عمدة وانا كنت يعني صبي العمدة، في احد المشاهد مثلا ان انا بسرق سجاير العمدة، فراح قايم العمدة الحقيقي تفاعل مع العرض المسرحي بيدينا سجاير يعني. فدي دي 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 مساله مهمه ان المسرح يبقى مرتبط بالناس. ده وبالتالي يمكن كانت القضايا التي تقدم يعني ساعتها كانت قضايا من الواقع، من الواقع طبعا، ومتسقه جدا بالواقع.
ايامها كان في زخم في الحاله السياسيه وفي الحركه الطلابيه. احنا بنتكلم عن السبعينيات. السبعينيات انا دخلت الجامعه 70 اتخرجت منها 74 بعدين قعدت في دراسات عليا لغايه 76 او 77 في طوال الفتره دي كنت بمارس المسرح الجامعي. بس حضرتك درست لغه انجليزيه كان تخصصك لغه انجليزيه يعني ليه ما درستش مسرح؟ ليه ما درستش فن من الفنون القريبة لهواياتك؟ الحقيقة الـ 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 النظرة القديمة كان الوالد معتقد انه لازم اخد شهادة قبل ما اخش مسرح رغم ان ده بكالوريوس يعني فدخلت كلية التربية قسم اللغة الانجليزية وخلصتها وعملت دراسات عليا وبعدين قدمت في المعهد العالي للنقد الفني فيعني رحلة طويلة شوية بس انا استفدت من الحقيقة استفدت من المرحلتين طبعا دراسه الادب الانجليزي كان فيها طبعاً. جزء منها دراما وكان فيها وفي كل التربيه في جزء دراسه نفسيه تربيه وعلم نفس فدول افادوني جدا في المسرح مساله علم النفس بالتحديد كمان جميل جدا يعني بدا اسم عصام السيد يلمع اوائل الثمانينات الفتره دي كانت بتتسم بايه في مسيرتك الفترة دي الحقيقة كانت فترة يعني مش عايز أقول إنها عصيبة لكن كانت قاسية شوية لأنه أنا متخرج من الجامعة وعامل عروض في الجامعة واخد جوائز في الجامعة كتير ومعتقد إن الباب هيبقى مفتوح قعدت فترة طويلة على ما أخرجت أول عرض باسمي كان إيه؟ كان ضرب عسكر وكان في المسرح المتجول ضرب عسكر دي قصه دكتور محسن صلحي رحمه الله عليه والحقيقه ايامها هذا العرض عمل ضجه ضخمه جدا برغم انه كان في قاعه صغيره بتشيل حوالي 80 متفرج لكن سمع وعمل اثر لدرجه ان في بعض النقاد قالوا المسرح ما قبل ضرب عسكر والمسرح ما بعد ضرب عسكر وقالوا عليه انه افضل عرض في العشر سنوات الاخيره قالوا عليه كلام كبير جدا الحقيقه وهو كان اتجاه مختلف أيامها ضرب عسكر بالنسبة لي كانت البداية أو النقطة الأولى لكن أنا ابتديت قبلها في القطاع الخاص كل المسرحيين عادة يبتدي في القطاع العام بعدين القطاع الخاص يخدم أنا العكس ابتديت في القطاع الخاص وبعدين قطاع عام وده بفضل يعني اتنين أنا بدين لهم بالفضل كبير قوي أستاذي وأبويا الأستاذ حسن عبد السلام المخرج المسرحي الكبير قوي والفنان الجميل رحمة الله عليه جورج سيدهم هو اللي اداني اول فرصة اخراج الحقيقة في القطاع الخاص في القطاع الخاص كانت مسرحية ايه؟ كان اسمها درويش يتألق فرحا وكانت مسرحية للتلفزيون وكانت يعني فيها بس قطاع خاص كان فيها نجوم كبار قوي كان الأستاذ جورج والأستاذة نبيلة السيد والمرحوم محمد رضا والأستاذ سامح السريطي ومدام نادية فهمي كان كاست كبير يعني فده ده 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 كانت دفعة قوية جدا بالنسبة لي ايامها كنت يعني قبليها بقى كنت بقعد مساعد مخرج ونفسي اخد فرصه فبقعد اعيط بقى طب نرجع لضرب عسكر كفكف دموعك لضرب عسكر ما قبل ضرب عسكر وما بعد ضرب عسكر ليه كانت ضرب عسكر نقطه فاصله يعني في مسيرتك ضرب عسكر نقطه فاصله لانها نمره واحد تكنيك اللي انا استخدمته فيها يمكن تكنيك كان ايامها جديد قوي ثانيا هي كانت بتتكلم عن موضوع تاريخي كانت بتتكلم عن تاريخ الارتجال في مصر لغايه 1906 لما تقريبا الارتجال او 1910 لما الارتجال تقريبا اتمنع او مات في مصر الفتره دي ما كانش حد يتكلم عليها يعني تأصيل للمسرح الشعبي المصري دي نمره واحد نمره اتنين اسلوب اللي انا استخدمته برغم ان هي قاعه صغيره كان اسلوب جديد في الاخراج وبالتالي كانت بقت موضه يعني بعديها بس كانت مغامرة في الأول طبعا أنا أيامها كنت بعملها وإحساسي أنه يعني ممكن النقاد ما يعجبهمش لكن الجمهور يعجبه لكن الحمد لله عجبت الاثنين طب لو تدينا نبذة يعني إيه التكنيك عبارة عن إيه هو خدت روح المسرح الشعبي المسرح الشعبي بيستعمل اكسسوار عدة استعمالات يعني ممكن حضرتك في مشهد تبقى ماسك المنشة على انها منشة وفي المشهد اللي بعده تبقى خنجر او مروحة او يعني الاسلوب ده زائد الخلط ما بين الحقيقة والتمثيل يعني الناس كانت اثناء العرض كان بيحصل خناقة بين الممثلين واحيانا كان الجمهور يقوم يحوش وهي مقصودة
زائد التفاعل الشديد مع الصالة، يعني كان في مشاهد بيحصل فيها تفاعل مع الصالة، وهو العرض كان جوه غرفة جوه قاعة كده صغيرة قوي، لكن كانت طريقة ان مفيش ديكور او استعمال الاكسسوار باكتر من طريقة، واستخدام انه توحي بان في ديكور، يعني احيانا كنت بستعمل الكراسي وكأنها بواب، انهم كرسيين بظهرهم كده فيروحوا ماشيين الممثلين فاتحينهم كأنهم دخلوا من الباب. فكانت ايامها هذا الخليط ما بين الخيال والواقع كان خليط جديد. وحضرتك شايف انه او بتعتقد انه الارتجال فن؟ طبعا طبعا، الارتجال فن، والارتجال موجود من العصور الوسطى، يعني يعني الارتجال ما يعني اللفظ بيستخدم احيانا الاشياء غير المخططه. الارتجال مش كده، الارتجال مخطط. الارتجال لما فرقه بترتجل بترتجل باتفاق على موضوع، بتبقى متفقه على موضوع ان هنرتجل على الموضوع الفلاني، ومتفقه الابتدايه هتبقى ازاي والنهايه هتبقى ازاي. بيبقى يعني ارتجال محكم منظم منظم. واحيانا بيطلع من الارتجال ده شخصيات بتثبت في كل العروض، واحيانا بيطلع من الارتجال ده بيسموها نمر. ايوه، بتبقى داخله في كل العروض. يعني في من النمر يعني افيهات يعني، ولا لا نمر بمعنى ايه؟ بمعنى اجزاء شبه محفوظه. أيوه. أيوه. يعني مثلا في مشهد الخدام اللي خايف من سيده فبيقدم له فنجان القهوه وهو مرعوش، فيبتدي عايز يقرب منه خايف، فيحطه على حاجه ويقربها منه فما يطولهاش، فيحطه على حاجه اكبر فما يطولهاش. فدي مثلا من النمر اللي كانت محفوظه في عند المرتجلين المصريين. في وهكذا، في كذا نمره كانت بتبقى بتخش في كل العروض. واحيانا كانت بتحصل حوادث فيثبتوها في العروض. يعني في احد المرات عسكري كان زمان يحطوا عسكري في كل عرض. لما اول ما عملوا الرقابه، فواحد بيقتل واحد، فمتفرج من المتفرجين قال له الحق ده هيقتله، فالعسكري طلع يمنع، فالناس سقفت وبتاع. تاني يوم ما حصلتش، فالناس طلبت بيها. فبقت نمره ضمن النمر اللي بتتعمل كل يوم. طب يعني عشان اعرف انا يعني كرجل غير متخصص في المسرح، الفرق بين الارتجال وبين خلينا نقول الخروج على النص. اقول لحضرتك الخروج على النص هو انه العرض كله ما يبقاش مرتجل، لكن بتيجي حادثه ما في لحظه، يا اما الممثل بيحاول يعالجها فيخرج على النص، او قاصد ان هو يخرج على النص. احيانا الخروج عن النص ده بيبقى بيحصل في ليله بالصدفه فبيتم تثبيته، زي ما كنت بحكي لحضرتك. يعني مثلا في احد المسرحيات الاستاذ عادل امام بيقرر انه عايز يدلق الميه في جيب مصطفى متولي الله يرحمه. فدي اكيد حصلت في ليله مسرحيه الزعيم. اعتقد كده. فبقى حصل سيد شغال. سيد شغال كده. فحصلت في ليله بالصدفه، فضحكت الناس فسبتت. كويس. ده نوع من انواع الارتجال. لكن العروض المرتجله حاجه ثانيه. العروض المرتجله بتبقى اتفاق على فكره، ويبتدوا يرتجلوا ويظبطوا هذا الارتجال بحيث انه يوصل للهدف اللي عايزينه. بس دي بتبقى محتاجه كاست او يعني ممثلين على قدر من الوعي، على طبعا قدر من طبعا طبعا، لانه هنا ممكن يبوظ كل حاجه. طبعا ممكن ما يعرفوش يرجعوا للاصل. لكن العروض المرتجله اللي هي بتبقى مجموعه من الشباب بيرتجلوا العرض، ما بيرتجلوهوش قدام الجمهور في لحظتها، بيبقى في بروفات وبيتدربوا عليه، بيتدربوا عليه كتير قوي، وبيثبت بعد كده وبيتقدم. بيقال انه الفنان الله يرحمه عبد المنعم مدبولي ما قبلش انه يشتغل في مسرحيه مدرسه المشاغبين علشان كان معترض على يعني اشياء زي كده. اللي اسمعه انا طبعا ما حضرتش المسرحيه، يعني ما حضرتش كواليس المسرحيه، لكن اللي اسمعه انه في كل 10 سنين شكل الكوميديا بيتغير. في الوقت ده كان في مجموعه طالعه جديد، عادل امام وسعيد صالح ويونس شلبي، وكانوا بيضيفوا اضافات شبه يوميه هو للجيل او مختلفين عن الجيل السابق. طبعا طبعا، فنوع ضحك مختلف، نوع طريقه مختلفه. فاعتقد انه من كتر ابداعاتهم اليوميه ابتدى يبقى فيه يعني احساس بانهم بيجوروا على حقه.
فعشان كده ما رضيش يكمل. جميل جدا. طيب حضرتك كلمتنا عن ضرب عسكر واعتبرناها انها طبعا نقطه فاصله في مسيرتك الفنيه. اهلا يا بكوات ايضا من المسرحيات اللي بتعد علامه فارقه في تاريخ المسرح المصري، وطبعا اخراج حضرتك من حسين فهمي، عزت العليلي وغيرهم. ايه الفرق بين التجربتين؟ لا ده 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 عرض او اسلوبه ده اسلوب تاني خالص. اهلا بكوات برغم انها فكره فانتازيه لكن بنى المسرحيه نفسه بناء تقليدي، بناء خاص بالاستاذ لينين محكوم طبعا الرائع لينين رمزي طبعا طبعا الله يرحمه الله يرحمه. وهقول لحضرتك على حاجه، احد نقادنا الكبار قوي كان بيجي يتفرج على عروض ليا، الاستاذ فاروق عبد القادر كان بيجي يتفرج على عروض ليا ويخرج يقول لي برافو هايل وحاجات كده لكن ما يكتبش. فجيت في مره سالته، استاذ فاروق انت ليه مش بتكتب العروض يعني مش عاجباك، انت بتقول لي انها كويس. قال لا بص انا مش هكتب عنك غير لما اشوف لك مسرحيه فيها ستاره بتتفتح وستاره بتتقفل. اللي هي التقليديه. التقليديه. فلما الاستاذ لينين طلب ان انا اخرج اهل البكوات، هو اللي طلب الحقيقه، قررت ان انا اعمل مسرحيه يعني زي الكتاب. زي الكتاب ما بيقول. بستاره تتفتح وستاره تتقفل وبمنتهى الدقه، بس برضه يعني ايه مش الدقه قوي يعني برضه رحت جاي في لحظه كده ومستخدم الستاره كنوع من انواع الرمز في قلب المسرحيه. واعتقد دي كانت المره الاولانيه ان حد يستخدم ستاره المسرح بشكل درامي. عاده الستاره بتتفتح وبتتقفل، شيء محايد كده بيعلن عن بدء المسرحيه ونهايه المسرحيه، لكن في نهايه اهل البكوات كان البطل بيقاوم اغلاق الستاره. فهنا بقت الستاره هنا رمز. والمسرحيه الحقيقه نجحت نجاح ده قعدت كام سنه؟ كتير. اتعرضت 89 قعدت ل 91 اعيدت 93 ثم اعيدت 2006 بنفس الابطال؟ نفس الابطال. نفس الابطال. في فتره بس الاستاذ عزت العلالي رحمه الله اعتذر عن استكمال الروايه فحل محله الاستاذ محمود ياسين. محمود ياسين كان مديرا للمسرح القومي وانا اصريت انا والاستاذ لينين الرملي انه ما حدش يعمل الدور ده غير محمود ياسين. لانه بقى مسؤول في المسرح وكده يعني اجبرناه او كان مضطر ان هو فعلا ينزل يشتغل. فده كان موقف منه جميل جدا الحقيقه. التعامل بين النجوم الثلاثه حسين فهمي وعزت العلايلي ومحمود ياسين كان عامل ازاي لمخرج شاب في ذلك الوقت يعني؟ والحقيقه انا طبعا يعني لم اعاني بصراحه. الناس بتحترم شغلها بتحترم فنها، اي نعم انا بالنسبه لهم شاب صغير ولسه محدش يعرفني وكده، لكن من بدايه البروفات حصل نوع من انواع المناقشه الغير مباشره فاطمنوا لي. يعني اختبروك. انا بعتبرها دلوقتي اختبار. يعني حصلت مناقشات كتير بيني وبين الاستاذ حسين وبيني والاستاذ عزت. ولدرجه انه قبل ما تتفتح المسرحيه فوجئت من الاستاذ موسى صبري كاتب في اليوميات بتاعته في الاخبار انه عزت العلايلي بيعزمه على مسرحيه اسمها كذا لشاب صغير اسمه كذا، وان هذا الشاب هيبقى له مستقبل كبير قوي في الاخراج وكده. فده دليل على انه يعني حصل تجاوب او حصل اتفاق ما بيننا في اثناء البروفات او حصل اقتناع منهم بيها اثناء البروفات. ليه حضرتك يعني أصريت أو خلينا نقول اخترت أنك أنت تخلص للمسرح للإخراج المسرحي، ما رحتش ناحية الدراما، ما رحتش ناحية السينما؟ لسببين. السبب الأولاني أن أنا لقيت نفسي في المسرح. السبب الثاني أن أنا مقتنع بمثل كده بيقولوا خير لك أن تكون الأول في قرية عن أن تكون الثاني في مدينة. فيعني في المسرح أنا واحد من الأوائل، فليه أروح في مكان ممكن ما بقاش فيه من الأوائل؟ في ناس عظام جدا في السينما وناس عظام جدا في الفيديو أكتر مني بمراحل، وده أسلوبه ده أسلوبه ده تكنيك وده تكنيك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في بعض المسرحيات أنا أخرجت مشاهد فيديو في داخلها. اتعذبت.
المسرح ايقاع وشغل وديناميه وحيويه والناتج بتشوف اثره مباشره حالا. غير الفيديو غير الفيديو خالص وغير السينما خالص. السينما ممكن تجيب حد ما بيعرفش يمثل وتطلعه ما حصلش بقطعات معينه بكادرات معينه بطريقه معينه. في المسرح لا يمكن. بيتكشف على طول. يعني واحد زي انا ممكن يمثل سينما ما اعرفش امثل؟ لا اكيد المذيع عنده مبادئ، لكن في السينما امثله كتير، امثله كتير ان ناس ما اول مره في حياتها تمثل وعدت. نقول عدت. ممكن في منهم بيتعلم بعد كده وبيتطور، وفي منهم خلاص بيقف عند المرحله دي، لكن على المسرح بيتكشف فورا. اذا ما كانش ممثل كويس بيتكشف فورا. ما فيش عوامل مساعده، انت منك للجمهور. بالظبط بالظبط. ومهما حاولت انك تسنده بموسيقى باضاءه بمش عارف ايه، اذا ما كانش يعني بيرفكت ما صعب. صعب. طيب ضرب عسكر، اهلا يا بكوات، ايه المسرحيه اللي يعني كل ما تقعد كده تفتكر اعمالك تيجي على بالك على طول؟ لا في كتير. في كتير الحقيقه. انا يعني للاسف الشديد يعني انا قدمت مع الاستاذ لين الرملي 9 مسرحيات لم يسجل ويذاع منها الا اهلا بكوات. في مسرحيات تانية يعني رائعه لم تسجل للاسف. لم تسجل. يعني في وداعني يا بكوات ده الجزء الثاني من اهلا بكوات. انا برضو يعني كنت عايز اسالك، في اهلا يا بكوات وفي وداعني. وداعني يا بكوات ده الجزء الثاني. ما تسجلتش. دي اتعملت سنه 97 بنفس الابطال. لا كان الاستاذ حسين كان الاستاذ فاروق الفيشاوي والاستاذ عزت العلايلي ومدام هاله صديق. وهي تعتبر الجزء الثاني من اهلا يا بكوات. ما اشتركش فيها الاستاذ حسين. لا ما اشتركش فيها الاستاذ حسين. وبعدين عملنا اضحك لما تموت. ده يعتبر برضه الجزء الثالث، كان الاستاذ نبيل حلفاوي والاستاذ محمود برضه الاستاذ لينين الرمل. الاستاذ لينين الرمل انا عملت معاه 9 عروض. 9 عروض. الاثنين دول ما تسجلوش للاسف وما اتذاعوش. في كمان في بيتنا شبح كان الاستاذ ماجد الكدواني والاستاذ سامي مغاوري والاستاذ اشرف عبد الغفور، برضه ما تسجلتش للاسف. دي برضه من العروض اللي كانت ناجحه جدا. دي كنا بنقدمها 2012 جماهيريا. 2012 في عز الاحداث بتاعت الثوره. وفي مسرح ميامي القريب من ميدان التحرير. وكل يوم الجمعه في مليونيه والمسرح عندنا مليان. فكانت يعني حاجه غريبه بالنسبه لنا. احنا كناش متوقعين الحقيقه. دي برضو من العروض الجميله التي لم تسجل وقعدت تقريبا سنه. وفي عروض اخرى لمؤلفين اخرين كتير الحقيقه. في الارنب الاسود مثلا من العروض كان فيها الاستاذه امينه رزق والاستاذه سناء يونس، وكانت في مسرح الطليعه. قعدت سنه ونص ولفينا بيها دول العالم كتير، فرنسا، الاردن، الامارات، يعني حاجات كتير. وكان من العروض الجميله جدا. يعني في عشرات المسرحيات التي لم تسجل وللاسف الشديد ونجحت ايامها جماهيريا. النجاح الحقيقي في المسرح مش بس بيتحسب على عدد العروض وكده، على الإيرادات وعلى عدد العروض وعلى رد فعل. بيتحسب ازاي؟ بيتحسب بعدد العروض، نسبة الإيراد بالنسبة للعروض، الرأي النقدي فيها، الإقبال الجماهيري. لما تسجل تلفزيون بتجد صدى كبير ولا لأ؟ لان في مثلا احيانا في مسرحيات ما بتنجحش قوي على المسرح، لكن لما تسجل تلفزيون تلاقيها نجحت جدا ليها صدى. في عرض مثلا من العروض اللي انا شخصيا بحبها قوي، اسمه الحادثه لاشرف عباقي وعبله كامل، برضه الاستاذ لينين، بس دي كانت في فرقته الخاصه. العرض ده من اجمل العروض اللي انا شخصيا عملتها. 2 على المسرح طول الوقت، اشرف عباقي وعبله كامل. بيخش احيانا بعض الناس، لكن طول الوقت هما الاثنين على المسرح. فازاي بقى تحتفظ بان الجمهور قاعد ما يملش؟ ديكور واحد ما بيتغيرش. فازاي بقى تفضل قاعد؟ كم مدتها قد ايه؟ 3 ساعات. ثلاث ساعات. 3 ساعات.
فازاي بقى تحافظ على ان يعني الايقاع والشده والحاجات. وكانت اول بطوله مطلقه لاشرف عبد الباقي حقيقه، كان اول بطوله برضه مطلقه للاستاذه عبله. عبله كان ذكريات جميله، وهنستكمل يعني بقيه هذه الذكريات ونتطرق الى قضايا اخرى تخص المسرح وحال المسرح الان، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير نعود بعده لمتابعه حوارنا مع المخرج المسرحي الكبير استاذ عصام السيد. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام، بنستكمل حوارنا مع المخرج المسرحي الكبير الأستاذ عصام السيد. برحب بحضرتك من جديد أستاذ عصام. ويمكن أنا كنت في المقدمة في بداية الحلقة بنقول أنه يعني المسرح القومي في ميدان العتبة لا يمكن يعني أن تمر دون أن تتوقف أمامه إذا كنت محبا وعاشقا يعني للمسرح. بس حالة المسرح دلوقتي من بره يعني لا تسر عدو ولا صديق زي ما بيقولوا، متفق معايا ولا لا؟ متفق معاك، ومتفق كمان مع الجمله ان انت لما تمر من هناك لابد ان تتوقف، بس مش تتوقف عشان خاطر المسرح، تتوقف عشان خاطر الباعه الجائلين. مصيبه، كارثه، ان في كميه من الباعه الجائلين تكاد تسد مداخل المسرح القومي. وكان في مجهودات يعني ايام ما اتفتح المسرح القومي، المهندس ابراهيم محلب كان رئيس الوزراء، والدكتور جابر عصفور وزير بعد الحريقه اللي حصلت في الافتتاح في 2014، ازالوا جميع الباعه الجائلين من هذه المنطقه. وكانت منطقه جميله جدا، فجاه بالتدريج شويه بشويه رجعوا الباعه الجائلين. جت الدكتوره ايناس عبدايم وزير الثقافه السابقه، عملت مجهودات وازالوا الباعه الجائلين، ثم عادوا الباعه الجائلين مره اخرى، وكان مكتوب على المسرح القومي ان يختفي خلف الباعه الجائلين. منظر غير حضاري وغير انساني. اي نعم، دي ناس بتسترزق اوكي، بس يلاقوا لهم مكان تاني غير سور المسرح القومي، خاصه وانه الدوله متبنيه مساله محاربه القبح ومحاربه العشوائيات. هو للاسف الشديد بعديها بخطوتين او قبليها بخطوتين هتلاقي العمارات اللي بتغير شكلها بتاعت القاهره الخديويه، لكن سايبين المنطقه اللي هي اساس القاهره الخديويه اللي هي مبنى المطافي، مبنى البريد، مبنى المسرح القومي، سايبينه للباعه الجائلين بشكل عشوائي جدا. انا اتوقع انه يعني المساله مؤقته، لانه يعني يد الاصلاح ستمتد للمنطقة. نرجو هذا، هذه المنطقة هي قلب القاهرة الخديوية. فللأسف الشديد كان زمان حديقة الأزبكية، مش كده؟ طبعا، ما هي يعني المسرح القومي ده جزء من حديقة الأزبكية، والمسرح الطليعة نفس الحكاية. لكن انت عشان تعدي من المسرح القومي لمسرح الطليعة مغامرة غير محمودة العواقب. يعني بتمشي في وسط زحمة وكمية من الباعة الجائلين وكمية من الفرشات وحاجات كده، يكاد يكون المرء يعني بيعدي بالعافية بمفرده كده. طيب، من المبنى إلى المعنى،
حالة المسرح بشكل عام دلوقتي عاملة ازاي؟ خلينا نقول الحالة المسرحية، وضع المسرح، الحركة. هقول لحضرتك على حاجة، هو المسرح ما بينفصلش عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية خالص. احنا في أعقاب أزمة كورونا، احنا في أزمة اقتصادية عالمية، وبالتالي حال المسرح متأثر بالاتنين، لا يمكن طبعا أن نفصله عن ده. لكن في حقيقة الأمر أنا شخصيا متفائل، متفائل لأنه في أجيال طالعة جديد بتعمل مسرح حلو جميل مختلف. هذه الأجيال مش منتظرة دعم الحكومة، هذه الأجيال بتلم من بعضها وتروح تأجر مسرح وتعمل عروضها، والتذاكر اللي بتجيلها يا دوب بتكفي مصاريفها، مش مستنيين بقى ان حد يديهم فلوس ينتجوا، ولا انهم منتظرين دعم حكومي او الحاجات دي كلها. الشباب دول بيفكروا حضرتك بيجيلكم ايام مسرح الجامعه؟ طبعا، بس هم واخدين خطوه ابعد. احنا ايام مسرح الجامعه كنا بنقدم العروض المسرحيه بتاعتنا جوه الجامعه ونحاول نطول عرض، هم دلوقتي بيقدموا العرض جوه الجامعه فبينجح فبيروحوا ناقلينه بره ولمين من بعض مأجرين مسرح وكده. بتمنى ان المسارح الحكومه اللي هي مغلقه في فترات طويله تساعد الشباب دول، تديهم المسارح دي باجر رمزي ببلاش، مش مشكله، علشان يقدموا عروضهم، عشان يقدموا عروضهم. ده هيعمل حاله رواجه مسرحي كبير قوي، وخاصه انه بيجوا بجمهورهم يعني اصدقائهم بزمايلهم بكلياتهم بكده، بيبقى جايين بجمهورهم كمان، فده يشجع الحركه المسرحيه كتير، وهيخلي السنه دي مثلا في المهرجان القومي ثلاث عروض من عروض الشباب واخدين معظم الجوائز، ثلاث عروض جميله الحقيقه، فدول لازم نشجعهم ولازم نقدمهم. مش ان احنا نقول لهم تعالوا اشتغلوا في المسرح المحترف، خليهم يخوضوا تجربتهم بالظبط يعني للاخر للاخر يعني. خلوا عروضهم هي اللي تتقدم، لانه لو اتنقل للمسرح المحترف هيقابل عقبات ممكن تخليه ما يعرفش يطلع عرض كويس. طب استاذ عصام، يعني في كل المجالات، سواء في الادب، سواء في الفنون المختلفة، حتى في الكورة، دايما في عبارة كده بتتقال العصر الذهبي. العصر الذهبي للمسرح كان امتى؟ هو العصر الذهبي للمسرح من وجهة نظري كان الستينات، او اتفق على انه الستينات. ليه اتفق على انه الستينات؟ كان في كمية من الانتاج المسرحي ضخمة جدا، زائد انه كان في اتجاهات مسرحية متعددة كله جنب بعضه. وهذه الفترة كانت في أثناءها بتتهاجم، أثناءها بتتهاجم. لما بعد كده لما لقينا فترة أسوأ قلنا لا، ده الفترة اللي فاتت كانت كويسة، زي ما بتتهاجم دلوقتي فترة مثلا أغاني المهرجانات. أيوة، بعد شوية زي ما تهاجم عدوية، عدوية منع من الإذاعة طبعا، ومحلات العصير هي اللي شهرته. فبعد كده بقى المطرب الكبير أحمد عدوية، بصراحة صوته حلو يعني. طبعا طبعا، لكن في البداية كان محتقرا من المثقفين والمتعالمين، وانه ده يعني انا فاكر حوار عمله معاه الله يرحمه الاستاذ الكبير طارق حبيب، فكان بيديله درس في الاخلاق في الحوار. فيعني الحاجات لما بتقدم بنشوفها صح، دي حاجة. الحاجة التانية انه ايامها كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية بتساعد على وجود المسرح. النهارده انت عندك منافسين للمسرح متعددين، انت عندك بدءا من وسائل التواصل الاجتماعي، تلفزيون، سينما، منصات، حاجات كتير قوي بتنافس المسرح. زمان كانت المسرحيه السينما ما فيش، او الاذاعه يعني ما فيش تالت، لكن دلوقتي بقت حاجات كتير قوي، كل واحد بقى عنده محطه التلفزيون بتاعته، كل مواطن معاه محطه تلفزيونه اللي ينشر عليها اللي هو عايزه، ويشتم فيها اللي هو عايزه، ويعمل فيها اللي هو عايزه، ويمثل فيها زي ما هو عايز. فبالتالي المنافسه كبيره قوي. طيب فتره الستينات، يعني حضرتك بتقول لي كان في تنوع كبير في حتى في الاتجاهات المسرحيه. طبعا يعني الوان مختلفه. ايوه، وعلى المتلقي انه يختار بالزبط. امامه يعني اختيارات واسعه يعني. بالظبط، يعني كان في 10 فرق تابعين لمسرح التلفزيون. هذه الفرق كانت كل مسرحيه بتتقدم 5 ايام وتتسجل وتتذاع في التلفزيون. من هذه المسرحيات طلع معظم
الاعمال اللي احنا النهارده بنشيد بيها، وطلع معظم الكوميديانات مثلا والممثلين، احنا عرفنا فؤاد المهندس، عرفنا محمد عوض، عرفنا محمد رضا، عرفنا الناس دي كلها من مسرح التلفزيون من الستينات. هذا الاهتمام ما بقاش موجود دلوقتي. نادرا لما تيجي دلوقتي محطة تلفزيونية وتسجل عروض من المسرح وتذاعها، هي دلوقتي بتنتج لنفسها يعني عرض كده قصير وخلاص، لكن مسرحية كبيرة ساعتين ثلاثة انها تنقلها بقت مسألة نادرة جدا. فده برضو عامل من العوامل. العامل كمان انه للأسف الشديد، ودي ما اقصدش بيها اي حاجة، يعني انه مسألة ترمات قتلت المسرح. مسألة الترم في التربية والتعليم وفي التعليم بشكل عام قتلت المسرح. كان زمان المسرح عندنا موسم بيبتدي من شهر اكتوبر ينتهي في شهر مايو، وبعدين يبتدي الموسم الصيفي من شهر 7 لغاية شهر 10. دلوقتي بقت الترمات بتكسر المسرح لان الاقبال بيبقى اقل بكتير. في عز مثلا الاعياد شهر 12 ما بقاش موسم مسرحي، لان بقى شهر الامتحانات. فدي بتاثر على كمان على المسرح. كل دي عوامل اثرت على المسرح. لكن انا برغم كل ده متفائل لانه في محاولات جادة لانه يبقى في مسرح مختلف، في محاولات جادة انه يبقى في مسرح حلو وجميل، في سواء كان قطاع عام او قطاع خاص. القطاع الخاص انتهى تقريبا. ليه؟ القطاع الخاص مشكلته انه هو بيتوجه الى حد قادر على دفع تذكرة غالية. المسارح النهاردة بقت ايجاراتها غالية جدا، اجور النجوم بقت غالية جدا، الدعاية بقت غالية جدا، كل حاجة بقت غالية، بحيث ان بقت التذكرة عشان انت تعوض كمنتج بقت اعلى من مستوى القدره الشرائيه بتاعت الفرد. في يعني مسرحيه دلوقتي بالنسبه عن التذكره ب 1000 جنيه و1500 جنيه مين يقدر يخش كده؟ يعني صعبه. احيانا يجي عرض من بره تبقى التذاكر كده، بس العرض اللي بيجي من بره ده بيقعد مثلا 5-6 ايام. وبيبقى عرض جاي من بره، في احيانا بيبقى ناس مش رايحه تتفرج، ناس رايحه من باب الواجهه الاجتماعيه. فده مش مقياس، لكن المقياس الحقيقي انك عرض فترة طويلة، هل الناس تقدر تدفع التذكرة دي ولا لا؟ فعشان كده القطاع الخاص تقريبا انتهى، بقت فيه حاجات قليلة قوي، حاجات بسيطة. ولو يعني استمر الوضع كما هو عليه قد يعني قد ينتهي القطاع الخاص. طبعا قد ينتهي. الحاجة الوحيدة اللي بتنجح دلوقتي في القطاع الخاص مسرحيات الأطفال. مسرحيات الأطفال. أيوه. لانه نوعيه مختلفه بتقبل عليها الاسره، لو اتعملت حلو بيبقى عرض جميل، فبتروح الاسره تتفرج عليه. لكن في النهايه برضو يعني بيظل العرض يومين في الاسبوع، يوم في الاسبوع، ما هوش فترات طويله. بس يعني دايما بيقولوا انه مسرح الطفل في مصر بيتعامل كانه درجه تانية. بالظبط، ده على المستوى الحكومي. يعني نص اجر. ليه طيب؟ مش فاهم، يمكن عشان اطفال صغيرين. نص تذكرة. المفروض ان مسرح الطفل ده يبقى ليه اهتمام اكبر من كده بكتير. مسرح الطفل ده يعني انت بتتعامل مع المواطن القادم. صحيح. فبالتالي لازم يبقى مصروف عليه كويس. وبعدين في مشكلة، الطفل خياله اوسع من الكبير. فإذا ما كنتش أنت تقدم له خيال فظيع جدا، خاصة في دلوقتي في الأجيال اللي هي يعني بتتفرج على كل حاجة، فلازم تقدم له خيال فظيع، خيال ما يحلمش بيه، ما يتجاوزوش. فده عايز إمكانيات. ما جربتش حضرتك تشتغل مسرح طفل؟ خالص. ليه؟ أخاف. تخاف انك تاخد هذه التجربة؟ طبعا اخاف، لان يعني يا اما اخدها وانا معايا عوامل النجاح وادوات قوية، يا اما بلاش. لازم يبقى الواحد عارف هو بيتعامل مع مين. طفل كائن ذكي، مش وما بيحبش اللي يتعامل معاه كده، لا عامله عليه كبير. حضرتك بتقول لي انك بتخاف لو يعني خدت تجربه زي دي، بس من مسيره حضرتك يعني في محطات كده فيها مغامرات زي مغامره ضرب عسكر، اهلا يا بكوات، وكمان في تجربه تانية مع شركه والت ديزني العالميه لما اختاروك كمخرج صوت في بعض الاعمال بتاعتها، دي مش كانت برضو مغامره يعني؟ طبعا
طبعا كانت مغامرة. طب ما هو واضح انك انت شجاع. لا لا مش شجاع ولا حاجه. يعني هذه المغامره خضتها بضغط من الاستاذ سمير حبيب الموسيقار اللي كان هو المنتج لشركه والت ديزني، والاستاذ عبد الرحمن شوقي اللي كان كاتب النصوص بتاعه الافلام. في الاول لما الاستاذ سمير حبيب كلمني عشان نعمل دوبلاج انا قلت له لا. ايه دوبلاج دي؟ كانت سمعه الدوبلاج وحشه قبل ديزني. كانت سمعه الدوبلاج وحشه قوي. فقال لي طب بس اتفرج على الفيلم اللي احنا هنعمله. فروحت اتفرجت، كان لايون كينج. انا بهرت يعني، وعيطت وضحكت وحاجات كتير قوي. ما تخيلتش ان ده ممكن يتعمل للطفل. القصه متاخده عن هاملت شكسبير، فيعني انه يجرؤه انهم يفكروا ويغيروا ويعملوا بالشكل المتقن قوي ده وبالشكل الانساني قوي ده، كان مساله غريبه. لما اتفرجت على الفيلم قررت، وسمير حبيب قال لي الحقيقه، قال لي الفيلم ده هيبقى تجربه، يا اما ديزني هتدبلش في مصر يا اما هتنقله دوله تانية. فبقى تحدي. ففي الحاله دي قبلت لانه يعني تحدي شديد يعني. واشتغلنا في الفيلم والحمد لله يعني بشهاده والت ديزني انها نسخه من افضل 22 نسخه 22 لغه اتدبلش بيها الفيلم. جميل. والاستاذ عبد الرحمن ابو زهره ربنا يديله الصحه يعني شهاده تقدير ورفعوا اجر وحاجات كده جميله يعني. فكانت تجربه بالنسبه لي تحدي شديد والحمد لله. جميل جدا. استاذ عصام، يعني مش ممكن نعدي على احوال او حال الحركه المسرحيه دون ان نتوقف عند مسرح مصر، تجربه مسرح مصر، شايفها ازاي؟ يعني انا شايف تجربه مسرح مصر انها ضروره اجتماعيه. ضروره اجتماعيه طبعا. مسرح مصر ظهر في وقت كانت في كل الدنيا يعني عامله برامج توك شو سياسيه. في محطات يعني اتبنت على برنامج توك شو سياسي. صحيح. فالناس كانت تعبانه من كتر السياسه ومن كتر الشد العصبي اللي هي فيه، فمحتاجه ترتاح وتضحك. وظهر مسرح مصر في التوقيت ده. وبالتالي هو احتياج اجتماعي. هذا الاحتياج الاجتماعي موجود في كل الفترات المفصلية في التاريخ المصري أو في أي تاريخ. هتلاقي في الستينات هتلاقي ثلاثي أضواء المسرح أول ما طلعوا لما كانوا بيعملوا سكتشات، هتلاقي في الخمسينات ساعة لقلبك. فهي احتياج اجتماعي، احنا محتاجين في لحظة ان احنا نضحك. ضرورة اجتماعية. ليه نتعالى على الناس ونقول لا أصل وحاجات كده ونحتقر لاحتياجاتنا يعني، ونروح نتفرج عليها من تحت لتحت في نفس الوقت، زي حكايه عدويه بالظبط، زي اغاني يعني المهرجانات وزي بتلاقيها في كل الافراح بتاعه الطبقات الغنيه. احنا عندنا يعني مشكله مع اغاني المهرجانات في حاجه واحده، الالفاظ الخارجه. طب لو ما فيهاش ده، طب ايه المشكله يعني؟ انا مش يمكن هي افضل من وجهه نظري من الراب. الراب حاجه مستورده شويه وهتموت، لكن دي حاجه بتاعتنا ده تطور طبيعي للمونولوج بتاع يعني زمان اللوجست. فليه نبص دايما للحاجه الجديده باحتقار؟ طيب اوكي، بس يعني هل مسرح مصر يعني توقف عند اللحظه اللي ظهر فيها ولا تطور، ولا خلينا نقول عجبه الإقبال وعجبه ردود الفعل اللي حصلت عليه فيعني استمر بنفس الطريقة؟ هقول لحضرتك على حاجة. تعال نبص للأستاذ أشرف عبائي منتج هذه الأعمال. أستاذ أشرف بعد فترة عمل عرض تاني كان اسمه جريمة في المعادي، مسرحية كلها أخطاء. كلها؟ أخطاء. أخطاء. هو شاف في لندن تجربة مسرحية عجبته جدا فنقلها. هو هنا طور أدواته وغير اتجاهه، جايب عرض قائم على أنه كل الحاجات اللي بتحصل فيه غلط،
ممثلين بيغلطوا، الديكور بيقع، الناس بتخش غلط، بيقولوا حوار مش مظبوط، وبالتالي هو نفسه غير مع التطور، هو كمان تطور. مثلا ما وقفتش عند الضحك للضحك وخلاص. بعدين يعني مسألة الضحك للضحك دي ما كانت موجودة في كل الأوقات، موجودة في العشرينات، موجودة في الأربعينات، موجودة في الستينات، وكانت معركة في الستينات، هل الضحك للضحك ولا الضحك للمعنى ولا أنا ممكن ما أعملش زيه، فهمني حضرتك، لكن ما أحتقرش اللي هو بيعمله، ما هو في ناس مرفضهوش ما هو في ناس بتتفرج عليه وناس محتاجاه وناس حباه، أبص بقى هم حابينه ليه، لكن مش هرفضه وخلاص، هي دي المسألة. طب الأساليب المباشرة في بعض الأعمال المسرحية، خلينا نقول حتى مش هخاف لو قلت انه الوعظ والإرشاد والحاجات اللي هي ايه كده زي في المدرسة في الفصل الدراسي وننزل في الآخر نخرم عين الجمهور عين الجمهور نضربه على يعني شايف ده كله ازاي صح؟ لا طبعا ده ما بيعيش، ده فن ما بيعيش، ده فن بيبقى وقتي. لكن مثلا ايه اللي يخلي حاجه زي، انا اسف ان انا بضرب المثال على عمل ليا، ايه اللي بيخلي حاجه زي البكوات كل ما تعاد تنجح؟ لانها ليست مباشره، ما فيهاش المباشره دي، ما فيهاش وده الفن اللي بيعيش. الفن التاني اللي هو بيبقى قايم على قضيه انيه حاليه مباشر بشكل مباشر بيموت، ما بيعيش خالص، بيموت بتواري هذه القضية يعني بالزبط. باختفائها بالظبط، وتحس انه بقى يعني احنا كنا بنعجب بالحاجات دي زمان، ايه ده كده يعني. لكن الفن لازم يبقى عام وشامل واكثر رحابة من القضايا الصغيرة. شايف ازاي مسرح الفنان محمد صبحي؟ هو الأستاذ صبحي الحقيقة له اتجاه مسرحي يعني يحترم ويقدر وقايم على الـ القضايا المهمة عند الناس. في اعتقادي ان ده يعني له أساس، أساسه هو تجربة الأستاذ صبحي مع الأستاذ لينين. مع الأستاذ لينين الرمي طبعا، هم قعدوا يشتغلوا مع بعض سنين طويلة الحقيقة، وقدموا أعمال رائعة وعايشة لغاية النهاردة بنتفرج عليها، زي وجهة نظر مثلا، مسرحية من أجمل المسرحيات اللي قدموها الاثنين مع بعض. وبالتالي يمكن ده استكمال لنفس المسار القديم. يعني ما يقدمه الأستاذ صبحي دلوقتي استكمال نفس المسار، بس مش نفس، مش تقليد يعني، أقصد أنه نفس المسار اللي هو الاهتمام بالقضايا بتاعت الناس، الاهتمام بالقضايا اللي الناس بتعاني منها، الحاجات دي كلها. وأتمنى أن يبقى فيه أكتر من مسرح بهذا الشكل. حضرتك اتعاملت مع الأستاذ لينين الرملي كتير، أكتر من عمل، 9 أعمال أعتقد، أو 9 أعمال. يعني انا كنت يعني كان لي الشرف ان انا يعني بتواصل احيانا مع الاستاذه فاطمه المعدول، يعني كاتبه معروفه وارمله الراحل الكبير لينين الرملي، وقالت لي انه في اعمال كتير لسه كتبها الاستاذ لينين ولم تقدم بعد للجمهور. لا هو عمل واحد الحقيقه، في عمل واحد لم يقدم بعد للجمهور، هو اسمه مسرحيه اسمها انا وشيطاني. انا وشيطاني واحنا كنا حاولنا نقدمها في المسرح القومي قبل 2012، لكن للاسف الشديد لم نوفق. وعملنا بدلها مسرحيه في بيتنا شبح. انا وشيطاني يعني نص جميل قوي، نصوص جميله اللي كتبها الاستاذ لينين الرملي، وهو بعديها ما كتبش حاجه غير اضحك لما تموت اللي عملناها في 2017، قبل وفاته بسنة تقريبا أو بسنتين. يعني هذا النص أتمنى في يوم من الأيام أن تتاح لي الفرصة أن أنا أعمله إن شاء الله. إيه الأمنية اللي حضرتك بتتمناها علشان الحركة المسرحية تزدهر من جديد؟ أتمنى أنه يعني ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية يعاد النظر في القوانين المنظمة للعملية المسرحية، الإنتاجية المسرحية،
ما ينفعش المسرح يتعامل زي وزارة التموين ولا زي وزارة الصناعة ولا أي وزارة أخرى. المسرح له ظروفه الخاصة، له طريقته الخاصة. حضرتك لما تيجي تقول للترشيد الاستهلاك امنع بند الدعاية، ما ينفعش ده في المسرح، ما ينفعش ده في وزارة الثقافة، ينفع ده في أي وزارة تانية، لكن الدعاية بالنسبة للمسرح شيء حيوي وأساسي. فدي نمرة واحد، لازم يعاد النظر في مسألة القوانين التي تحكم وزارة الثقافة بشكل عام. نمرة اتنين، انه المسرح حتى لو هو بي بي للترفيه او للضحك، فهو بيساعد في بناء الانسان. المسرح ما يجبش يعامل معاملة الشيء التكميلي او كمالة او يعني شيء مضاف. لا، ده شيء اساسي، ده زيه زي وزارة الصحة وزي وزارة التربية والتعليم. فلازم وزارة الثقافة تعامل بهذه المعاملة فيما يخص الميزانيات، فيما يخص القوانين، فيما يخص النشاط، الحاجات دي كلها. نمرة ثلاثة، انه اتمنى يبقى الرقابة على المسرح مختلفة. مفيش حاجة اسمها انه لا بلاش ده، ولا ده يتعمل، ولا ده كذا، ولا ده كذا، لانه في النهاية المسرح قائم على اصطدام الآراء. المسرح أساسا مجال للمناقشة، أنت بتطرح على الجمهور قضية ومش بالضرورة تقدم لها حل أو بتقدم لها حل، لكن هو مجرد مناقشة، أنت بتخاطب الناس اللي هي ما بين البنين، مش اللي جاي مقتنع بفكرة مش هيغيرها، واللي جاي مش مقتنع بالفكرة مش هيغيرها، لكن اللي بين البنين ده أنت اللي بتخاطبه. وبالتالي احنا محتاجين لحالة من الوعي ضخمة جدا. هذا الوعي لن يأتي بانك تفرض على الناس اراء، هذا الوعي يأتي بان تطرح على الناس اسئلة وتحفز الناس على التفكير. وبالتالي الرقابة بهذا الشكل ما يجبش انها تبقى موجودة. انا بتمنى لحضرتك مزيد من الابداع والتألق، وإن شاء الله نشوف لحضرتك أعمال جديدة في القريب العاجل إن شاء الله، أعمال تمس الإنسان المصري وتساهم في ازدهار الحركة المسرحية بالشكل اللائق والمطلوب. شكرا جزيلا على تشريفك لنا في رأي عام، وتمنيتنا لحضرتك بالصحة والسعادة، وكل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلادك اللي كان يوم 14 أغسطس. مرسي جدا جدا، وأشكر على حضرتك على الحوار الهائل ده. شكرا جزيلا. المخرج المسرح الكبير عصام السيد كان ضيفنا النهاردة في رأي عام. نشوفكم في حلقات أخرى بإذن الله. تصبح على خير.